لو سمحت. ايوه حضرتك من المنطقه يعني؟ لا والله انا مش من المنطقه، بس اي خدمه يعني اول. ازاي بقى؟ انت مش كنت في الخناقه اللي كانت في السوق امبارح؟ الخناقه شفتها، بس انا مش من هنا الصراحه. ماشي، بس انا شفتك وانت بتاخد الموبايل اللي وقع من الواد عماد. موبايل ايه وعماد مين؟ معرفش بتتكلم عن ايه. ده انا شايفك بنفسي وانت بتحط الموبايل في جيبك، حتى كمان كان بكاميرتين. يا عم فكك من الحوار ده، انا ماليش فيه. هو يعني حضرتك عايز ايه بالظبط؟ وش كده؟ اترجع الموبايل لصاحبه يجيب 200 جنيه. والله انا لا معايا فلوس اديها لك ولا معايا موبايل بتاع حد. انت هتستعمل ياض؟ ما الموبايل اللي في جيبك ده ايه؟ طلع يا عم الموبايل وخلي في جيبك، ولو فتحت بقك هغسك، ولو اتحركت هشوهك. طب 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 بالراحة بالراحة بالراحة، ما تقول من الأول اللي أنت عايز الموبايل بكام؟ والتاني يا ابن الكلب. إيه ده؟ أنا مستنيك من إمبارح. أنت مين؟ دلوقتي تعرف يا حمى يا من فتحي؟ هات الكلام شو كلم الكمين يبعته بوكس. يا دي النحس، أنا قمت الشغل يوم الجمعة ده فاكس. يلا